من يوز دقائق على جو راديو، راكم في جو صباح، رانا كيف كيف حتى للعشرة، وكما قلنا لكم وكما وعدناكم راهو معنا ضيف هايل بالبزاف، يعني قام من قامات الطب الجزائري، والشيء اللي نفتخر به بالبزاف هنايا في الجزائر وفي العالم بأسره، يعني واحد اللي راهو يمثل الجزائر في المجال تاعو، كما حتى واحد يعني 46 سنه كارير في جراحه الطب، جراحه الاعصاب والنخاع الشوكي. معنا اليوم البروفيسور عبد المبيب بن عيسى، مرحبا بك. يسلمك، اولا نشكركم على هذا الاستضافه وجزاكم الله خير، والله مسرور جدا بحضوري معكم، ونظن تكون الجلسة مفيدة لنا ومفيدة للمستمعين كلهم إن شاء الله. البروفيسور عبد النبي بن عيسى، نبدأ نهضروا على آخر تلقيب ولا لاكتواليتي، يعني سي لو فيت لي ديت لو تيتر تاع دوزيام ميور ميدسان في لو موند عرب، ولا ثاني احسن طبيب في العالم العربي ولا الوطن العربي، وهذا الشيء كان من طرف مجلس وزراء الصحه العرب بعد 46 سنه كارير. واش يمثل لك هذا الشيء؟ والله ما كنتش ننتظر فيه في المعامله اليوميه، والانسان يشوف اطباء في اختصاصات أخرى هنا بالجزائر وفي أماكن أخرى من العالم العربي، لأن عندنا أصدقاء في العالم العربي، كاين ناس راح نقول بحالنا وناس لي أنا أحسن مني. إذا لما جاء هذا اللقب هذا تفاجأت في الاتجاه المقبول دون لو بون سانس، والسرور كان كبير. في نفس الوقت اللقب لي بدون أن ننسى أنه لقب للوطن نتاعي لبلادي، وكل مرة نسمع ألجيري أو الجزائر في أي ميدان كان الفرحة تكون كبيرة. جستمون باش لحقنا لهذا اللقب، واش كانوا المعايير ولا كيفاش ندير لو كلاسمون ولا كيفاش ندير لا سيليكسيون؟ في الحقيقة الترتيب لو كلاسمون نعمل على المعيار التالي، هو الطلب السيرة الذاتية الكوريكولوم فيتي. إذن من السيرة الذاتية تبدأ من المدرسة الابتدائية، بصح فيما يخص لجنة التحكيم من طبيب عام ما عملتش كثير، شهور قليلة، لأن كانت المسابقة للاختصاصات لو كونكور دو ريزيدانا. إذا من السنين التدريس أو التكوين في الاختصاص إلى يومنا هذا، كل ما عملته تطبيق في المستشفيات ولا تكوين للأطباء العامين، للأطباء الأخصائيين، للأساتذة، بعض منهم أصبح أساتذة في الاختصاص، وكذلك المشاركة ببحوث علمية هنا بالجزائر أو في منشورة في مجلات أوروبية وحتى أمريكية. Justement, le master de tétac tellement طويل ou tellement riche ou tellement fait de postes, de prix et de tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas en un coup. Ça va prendre les 45 minutes de la gassera wahdou. On va le découvrir. Les moustamiens tana, on va découvrir ce qui est blaq le fil hiwar tana. Mais s'il y a bien une chose qui est عرفت بها ou qui خدمت فيها كل حياتك هي la neurologie fonctionnelle ou la علم donc جراحة الأعصاب الوظيفية. دونك هل تقدر ديجا تفهمنا شويه لو دومين ولا التفاصيل تاع لو دومين؟ والله كل شيء بدا كنت مقيم انترن في انترن وريزيدان، مقيم اذا في التكوين في مستشفى مصطفى مع عند معلمي هو الاستاذ محمد عباده، الله يرحمه، توفي منذ شهور قليله رحمه عليه. وكان القسم او المستشفى المختص بالكانسير مستشفى بيري ماري كوري بسامينا، يعني بعض الامطار علينا، وتألمت كثير لما نسمع بالمرضى اللي عندهم الكانسير ويتألموا بلا دولور كرونيك، الالم المزمن. والالم المزمن العلاج نتاعو مثل ما تعرفوا هي لي زونتالجيك ماجور، للمورفين الى اخره الى اخره. بصح في بعض الاحيان المريض يصبح في طريق مسدود
وفي ذلك الوقت يعني لما الإنسان يقرأ وش ينعمل في العالم كاين عمليات جراحية في النخاع الشوكي وحتى في المخ لتنجم تنقص من هذا الألم. إذن في 79-80 لما وفرت لي قال خير بحث اللي يسمح لك باش تصبح أستاذ، خذيت السوجي تاع جراحة المخ والأعصاب في علاج الألم المزمن لا نورو شيرورجي دون لو تريتمون دو لا دولور كرونيك. وهكذا بدا المشوار في الجراحة الوظيفية فيها الألم المزمن، فيها لاسباستيسيتي، كل هذ الناس اللي نشوفوهم مرات في الشارع وعندهم شلل والعضو العلوي والعضو السفلي مكمشين. ثاني لا نيوروشيروجي جراحة المخ والأعصاب تسمح باش الأعضاء هذه تصبح تعمل. كذلك جراحة العصب الخامس، ألم العصب الخامس، لا نيفرالجي فاسيال أو نيفرالجي تريجيمينال يعطيك الصحة. وكذلك علاج مرض الباركنسون. بصفة عامة جراحة المخ والأعصاب الوظيفية هي اللي ترجع وظيفة ماشي عضو ولا جهة من الأعضاء إلى وظيفتها الأولى لما تصبح مشلة وما تعملش. يجتمع في المسار هذا في جراحة الأعصاب الوظيفية كان بدأ، وكنت يعني أنت درت تكوين ولا كنت وزفية أكمباني دو بروفيسور إترانجي يعني في ديستاج الإترانجي اللي كانوا لي بروفيسور مارك سندو وغازية سارجيل في زوريك وليون. دونك وش كان يعني وش تعلمت ولا وش كومون سا ايتي ديسيزيف في الباركور تاعك هذا الشيء؟ السفر نتاعي الى ليون كان بالضبط يعني دقيق ماشي مع الاختيار الموضوع اللي تكلمت عليه علاج الالم المزمن. وتعلمت وعلاقتي مع الاستاذ هذا ليومنا هذا حسنه جدا، هو اللي عمل لي المقدمه لكتاب ينشر بعد أسابيع قليلة والآن في المطبعة. هو من بعض الناس اللي عملوا لي المقدمات في هذا الكتاب هذايا. ومن ليون قال لي عبد النبيل لو حبيت يعني تكمل التكوين نتاعك تماما أمشي إلى زوريخ. وفي 85 كانت زوريخ البقعة الأولى في العالم في جراحة المخ والأعصاب. وكان هذا الغازي محمود يزارقيل من أصل تركي وجنسية كذلك يعني محلية، كان هو العملاق ونثبتنا في ذلك الوقت. كان ليونيد بريجناف كانت له جلطة في الدماغ ويقال بأنه يجي إلى زوريخ هذا باش نقول لكم المكانة العليا لهذا المكان. وزدت في التكوين نتاعي إذن الجراحة الوظيفية ولا ميكرو شيرورجي الجراحة تحت المجهر. وي فوالا مي جوستمون على الجراحة الوظيفية سا دوموند اون بريسيزيون كبيرة، اي هاد لا بريسيزيون هادي ال دوموند يعني دي مويان تكنيك لي جوستمون ما كانوش اكزيستيو من قبل. وانت من الناس اللي دخلوهم للجزائر، نهضروا باغ اكزومبل على ستيريوتاكسي اللي قليل الناس اللي يميتريزيو لا تكنيك هذه، وقليل ذلك الناس اللي على بالهم اللي تكزيستي ولا على بالهم وشنو هي. اسكو تقدر تعطينا كلمه على الاستيريو تاكسي؟ في الحقيقه الاستيريو تاكسي كانت موجوده، كان جراح هنا بالجزائر والله يرحمه توفى ترحموا عليه صبرو، كان يعمل بالمستشفى العسكري وهو اللي بدا بالاستيريو تاكسي. بصح الاستيريو تاكسي في الباركنسون حقيقه معنا استيغو تاكسي هي الجراحة موجهة في الفضاء أو الفضاء يعني داخل المخ حسب ثلاثية الأبعاد. ثلاثية الأبعاد ceci veut dire que vous avez une cible qui est définie par trois coordonnées x, y et z dans les trois plans de l'espace. Plan sagittal, plan coronal et le plan axial.
مثل ما نشوفوا يا للاسف المقارنه حقها ما تكونش بصح غير باش المستمع يفهم واش نشوفوا في الحروب هذه الاخيره الطائره في السماء والتارجت ولا السيبل ولا الهدف في الارض ونشوف كيفاش الطائره السيبل هذاك المكان عندها يعني دي كوردوني جي بي اس دي كوردوني جي بي اس هذه هي الاستيو تاكسي ولا لا نورو نافيغاسيون لا نورو نافيغاسيون ثاني امر جديد جهاز حديث ودخلناه للجزائر في 2003 2004 نهضروا على جوستومون مرض باركنسون والالم المزمن وكل هاد التجارب اللي دارت لي اول مره تحت لا سوبرفيجن تاعك في الجزائر دونك لي بروميير ايسي في مرضيه باركنسون في دونك جراحه الاعصاب الوظيفيه كانت في 2004 2006 اظن 2006 شحال من اشكون عندك ارقام تاع شحال من باسيون اللي كان قادر يبروفيتي جوستومون من هاد لا تكنيك ولا من هاد لي ايسي من 2006 الى 2017 حوالي 80 مريض 80 مالاد بون يفوا اسوسي اوسي لي المرضى المصابين بما يسمى ديستونيا لا ديستوني ثاني حركات غير اراديه بالتقريب 80 مريض بتقريب 80 مريض يعني كاين 160 مريض اللي كانوا قادرين بالك يعيشوا افيك دي سيمبتوم اليجي تاع هاد لي دو مالادي جوستمون غراس او تكنيك هادوما 160 لا لا 80 80 80 80 ما بين الباركنسون والديستونيا داكور نعم. و بور لا دولور كرونيك كانت التجارب الاولى في 2011 لا بور لا دولور كرونيك المرضى الاولين كانوا في لما رجعت من اوروبا في 1985 داكور كانت بعض العمليات في النخاع الشوكي سو سون دي تكنيك دو سيكسيون وانتم تتكلموا على لا ستيمولاسيون ميدولير بروفوند فوالا لا ستيمولاسيون ميدولير بروفوند حقيقه في 2011 مع الاستاذ عيشاوي في القسم معنا دونك هادشي جوستومون كان سورتو لي مالات الانكولوجي ولا لي مرضى السرطان اللي عندهم جوستومون كما قلت من قبل دي دولور اللي يقدروا حتى الادويه ما تفيدش فيهم شحال من مريض ثاني كان قادر يكون عنده دي سيمبتوم اليجي ولا دي دولور اليجي غراس لا تكنيك هذه في الجزائر في الحقيقه الالم المزمن ماهوش الا في عند المرضى السرطان كذلك عند المرضى اللي تصيب امبوتي دو مامبر سوبيريور مامبر فانتوم نعم لي دولور تاع بما يسمى اخصائيين في الامراض الجلد يعرفوه الزونا لي دولور بوست زوستيريان يعني صعيبه جدا كاين عمليات تاع دي تكنيك دو سيكسيون اللي هذوك ما يتلزمش فيهم لو ستيمولاتور نعم دونك هذوك بديناهم من قبل 2011 1900 كذلك و 86 هذه باللغه الانجليزيه دورسال روت انتريزون ليجن و الستيمولاسيون ميدولير النباه في النخاع الشوكي في 2011 ممكن حوالي 20 مريض ما بين 15 20 مريض ما عنديش عدد بريسي انا ماشي ان توكا كنت في 1991 كنت بريزيدون تاع الكوميتي بيداغوجيك نو شيروجي في الجزائر يعني كنت تشرف على كل مراحل يقراوه الطلبه في هذا الميدان كي لحقت واش لقيت في هذا الميدان ولا شنو هما المشاكل اللي كانوا يمثلوا لو بروجي ولا لو شونتي تاعك في هذا الميدان في 1991 كما تقول كنا أقلية يعني مقارنة مع البلدان المتقدمة وكنا أحسن بكثير من البلدان اللي اليوم راهي تنافس ولا صبحت أحسن منا رغم أن العدد اليوم نجمو نتكلموا عليه يعني عدد الجراحين الأعصاب اليوم ما يخليناش نقبلوا الوضعية اللي راهي تعطى لنا لأن العدد كبير كبير
في 1991 اذا كان لابد من تكوين جراحين اعصاب عدد كبير، وكان ما بين المهام تاع اللجنه الوطنيه لتكوين الجراحين الاعصاب كذلك la révision du programme oui. la révision du programme il fallait le revoir c'était la formation dans التكوين في مختلف المستشفيات الجامعيه وبصفته كان وطني حتى وهران وقسنطينه اظن عنبه كانت موجوده كذلك هذو مر ربع مدن الكبار قبل ما تجي حتى البوليده كانت موجوده قبل ما تجي تيزي وزو والاخرين باتنا سطيف سيدي بلعباس وتلمسان هذه كلها اصبحت باقسام جامعيه في جراحه المخ والاعصاب وكذلك الامتحانات وكذلك الامتحان النهائي اللي يعطى تاع لا كاليفيكاسيون للجراح مخ والاعصاب مخ والاعصاب هذا الشيء هذايا كنت ديروا نتايا على المستوى الوطني يعني كنت تحط لي كريتير ولا المعايير باش يكون طالب في الطب يخرج جراح اعصاب متمكن واليوم راك ديروا في على المستوى الدولي ولا على المستوى العربي والدولي يعني داخل في لي كونساي كونسلتاتيف ولا في الوطن العربي جوستومون اي سور لو بلان انترناسيونال تانيك في انترناسيونال ادفيزوري بورد اوف نيوروسيرجري دونك في واش راهو يتمثل هذا الشيء ولا وين رانا حابين نلحقوا في المستوى الدولي في الميدان وشنو هما لي زونجو دو مومون اولا جودري ماشي فو كوريجي عملت لا طاقم اللي عمل وي. حتى كي كنت في رئيس اللجنه الوطنيه للكوميتي بيداغوجيك سي ان كوميتي فيه اعضاء واذا الرئيس له راح نقول الشرف ولا ينسق ما بين الاعضاء كذلك في على المستوى العربي مكلف اليوم باعاده النظر وبالتكوين وثاني الامتحانات على المستوى العربي في هذه الايام هذه في امتحان ثاني تاع الدفعات في جراحة المخ والأعصاب الامتحانات في العراق بأربيل والمتقدمين من مختلف البلدان العربية ولجنة التحكيم كذلك بأعضاء من بعض البلدان العربية وش يمثل لي هذا يا مثل لي يعني نقول كاين اصدقاء جزائريين اخرين في اختصاصات اخرى وفي الاختصاص نتاعي كذلك لهم مهام في لجان دوليه نقول الحمد لله الجزائر ماهيش منسيه والجزائر لها فرص وفيه جزائريين ينشطوا وكلمه ولا الجزائر مرات وبعض الاحيان تمشي ادفيزاري بورد في بعض المجلات كذلك يخلينا لما الانسان يجيوها مقالات مكتوبه من طرف جراحين اعصاب امريكيين او يابانيين والانسان يعطى له الشرف باش يراجع المقال ويقول فيه غلطات ما فيش غلطات ينشر اما ينشرش كذلك هذا يسرنا كثيرا ونبقى دائما متواضعين فوالا تواضع نقدروا نسمعوا يعني انت واحد اللي جوستومون يقول لك كنت نخدم مع اشخاص يعني كاع هذا المجهود ما كانش مجهود شخصي ولكن كان مجهود فريق بصح كاين حاجه اللي نحسوها عندك يعني هو كاين اون سيغتان فيغتي وقلتها يعني من قبل في ديزانترفيو انك ان بور برودوي دونيفرسيتي الجيريان وي واش نقول لك حب انا بو حب البلاد سي حب الام سي سافا دو بير انسان امه حيه ما يبتعدش عليها راح نقول ممكن يبتعد شويه جغرافيا من مدينه لمدينه بصح معنويا ما يبتعدش عليها سي سا مير وهذا ماشي محسوب لاننا جزائريين ولا نحبوا الوالدين اكثر من الناس هذه موجوده عند الاوروبيين عند الامريكيين عند اليابانيين عند حب الوطن كذلك حب الوطن موجود في كل مكان وباش الانسان يبتعد على بلاده
لابد من اسباب يعني اللي كي تيان لا روت مي اون بو با ابوندوني ني سي بارون ني سون بي كوم سا فوالا. نحكيو على التجربه تاعك في لوبيتال ازميرلي ولا مستشفى ازميرلي بالعاصمه وهذا لو سيرفيس تاع نورو شيرورجي اللي كنت انت من المؤسسين تاعو وكنت يعني حطيت لا ستركتور تاع لو سيرفيس وقعدت شيف دو سيرفيس تاعو جوسكون 2017. C'est très bien. Donc voilà, donc احكي لنا على التجربه هذه ولا لا واش مثلت لك في المسار تاعك انك تشوف ان سيرفيس هكذا سيدير ديماري دو ريان اريفي انه يكون لان دي سيرفيس دو نو شيرجي لي بلوز امبورطون دو بيي يكون يدي بوكو دو مالاد ان شارج. يعني حبيت نحكي لها هذا لو باركور هذا. حقيقة بدينا ما بديناش من بزيادة، بدينا من القليل. غير للتذكير كان المستشفى سليم زميلي في البداية il était dédié pour être un مستشفى جهوي تاع دائرة رويبة الحراش وتغيرت المهمة نتاعو اصبح مستشفى مختص وجامعي كذلك ويعني كان وزارة الصحة لي واحد من بعد الاخر اللي زارونا اظن كل وزير صحة في الخارجات نتاعو هنا بالعاصمة زار المستشفى وقدم له ما كنا نعمل والحق كلهم عاونونا في كان القسم الصغير زاد في المساحة وزاد في الغرف قاعات الجراحة نفس الشيء وكذلك التجهيز وصلنا حتى اللي كان غير ما يجيش في البال قال كيف الجزائريين ينجموا يعملوا جراحة مرض الباركنسون عملنا جراحة مرض الباركنسون وكما يقول الأوروبي ولا الأمريكي الأباري البرات دخلوا داخل المخ مثل ما عملهم الأستاذ بن عبيد اللي له كل الشرف هو اللي اكتشف هذا التقنية هو اكتشفها في 1993 عملنا بالجزائر في 2006 يعني 13 عام بعد اكتشافها نظن وفي ذلك الوقت كنا من الأوائل في العالم العربي ممكن لبنان كان بدا قبلنا. جوستومون انا حبيت تحكي لي على لو سنتيمون تاع يعني اخر يوم كرئيس مصلحه لي جوستومون تاع نورو شيرورجي لي لوبيتال زميرلي باسكو على بالنا بلي سي ان كرون باركور وعلى بالنا بلي سي اكستريمون ديفيسيل يعني ما ميدا سي يعني المسار الطبيعي تاع كل مسار مهني بصح كاين شعور كي تري سبيسيال انه تشوف عمل اللي خدمت عليه قريب 30 ans سي 30 ans لوبيتال زميرلي دونك والله شوف يعني الإنسان تجربته يأخذها من تجربة غيره تجربة الأولياء تجربة الآب تجربة الأساتذة اللي كانوا لي أمثلة عمدة في الاختصاص تكلمت على الأستاذ محمد عبادة ربي يرحمه تكلمت على الأستاذ أحمد بوصالة على الأستاذ مارك ساندو اللي مازال في قيد الحياة ليومنا هذا غازي يزارقي اللي مازال في قيد الحياة وفي عمره أكثر من 90 سنة كل هذا الناس يعني وحتى في العائلات نتاعنا عندك مهمة انتهت المهمة مثلا نرجع إلى العائلة الإنسان عنده أطفال الأطفال تزوجوا مشاو يصبح بدوني وزوجته وحدهم انتهت المهمة ما عندوش علاه يبكي يعني دون لا ميزور وين يفكر ان مهمته قام بها. نعم. كانوا معايا سبعه ولا ثمانيه هذو تاع سالم زميلي خلاف الاخرين من مستشفيات اخرى. وي. اللي بداوا كما تقول لو بروميي كود بيستوري معايا ولا العقده الاولى معايا. ما خرجت من سليم زبيلي الى وكانوا اساتذه بروفيسور مثلي.
الله يبارك. ان توكا راهي 28 دقيقة بروفيسور عبد النبي بن عيسى، مازالك معنا، ما نقدروش نطولوا عليك بزاف على بالي، مي مازالك معنا لبعض الدقائق. انتم المستمعين تاعنا اقعدوا معنا، راح نديروا فصل صغير ونوليو. 33 دقيقة على جو راديو، مازالكم في جو صباح، ومازلنا مع البروفيسور عبد النبي بن عيسى، جراح أعصاب والنخاع الشوكي. كنا تعرفنا المسار تاعو، يعني كنا عرفنا لمحة على المسار تاعو، يعني سي با اسي اون 20 مينوت ولا 25 مينوت بور كوفغيغ 46 ans de carrière بيان سور. بصح أنا راني حايب جوستومون نهضرو على هاد الشيء، ولا هاد ليفولوسيون سي اون بو ابلي سا اون ايفولوسيون، ولا هاد لو شونجمون تاع المنظومة الصحية الجزائرية. ملي خرجت انت طبيب في 1975 حتى خليت منصب رئيس مصلحة في 2017. السؤال واضح، الجواب صعب. ما يكونش وضح كيما السؤال. والله واش نقول لك، الصحة يا للأسف اليوم راح نقول ماشي معيش في الصحة جيدة. فرق كبير ما بين الصحة في 1975 لما بديت التكوين تاعي في جراحة الأعصاب، 75 80 85 ويومنا هذا، ولما يعني نحط روحي من جهة المريض، يعني وصول المريض إلى المستشفى، التكفل به، كل ما هو أشعة، ليزيكزامان كومبليمونتيغ، المواعيد، لما نشوف السلك الطبي والشبه الطبي، يعني كانوا حقيقة رؤساء الأقسام. ما نجمش نقارن روحينا مع نرجع إلى الأستاذ محمد عبادة رئيس القسم، ولا الأساتذة مثل محمد تومي في طب القلب، مثل في قيد الحياة وربي طول في عمره، ولا مصطفى في طب القلب، ولا إيلول في المعدة والجهاز الهضمي. كانوا عمالقة، كانوا كأن هذاك الوقت ما يرجعش. بصح في نفس الوقت التناقض، يعني اليوم قلتها، يعني تكلمت على هذا الشيء، هذا يا 45 مليون نسمة، عدد الأطباء حوالي ما يقال الأرقام اللي تنعطى من طرف الأرقام اللي عندنا، 60,000 65,000 طبيب، ما بين 55,000 65,000 طبيب، ولي 45 مليون. نقول يعني النظرة الأولى هكذاك شوية من بعيد، العدد كافي، وفي الواقع يعني شوية مر. الناس تشتكي ما لقاش الطبيب، ما صابش الطبيب، العدد هذا يا تاع أقل، أولى طبيب ل 800 نسمة هو العدد اللي كان في الولايات المتحدة، ولا في الاتحاد السوفيتي في السبعينات ولا في الثمانينات، وكان يقال بأنهم دول متقدمة، ولكن اشتراكية كما الاتحاد السوفيتي كان متقدم كثير. اليوم احنا بهذا العدد، وكأننا عندنا طبيب لمليون نسمة، نحوسوا على الطبيب، نحوسوا على الصيدلي، نحوسوا على عدم توزيع الأطباء كما ينبغي، عدم تشغيلهم كما ينبغي، عدم تشغيل المؤسسات الصغيرة والمستشفيات الجهوية كما ينبغي، والضغط كبير، والكلام إلا على المستشفيات الجامعية. نظن الأسئلة هنا، ولابد أن تكون الحلول هنا، في لأن في من ناحية الأجهزة دوبوي ملي كنت صغير وانا نسمع كذلك الارقام، الجزائر ثاني بلاد في افريقيا، ممكن بعد السنوات ثالث بلاد، ثاني بلاد في افريقيا في استيراد الاجهزه التصوير، السكانير، ايغام، راديولوجي، بعد افريقيا الجنوبيه، ممكن كذلك مصر. بصح كل مواطن يشتكي، وكل والناس غير راضية، لأن ثاني كذلك فقدان الثقة، وهذا ما كانش موجود. انت قلت لي قارن ما بين البداية واليوم، 75 في 1975 1980 المريض ثايق في طبيبه، والطبيب ثايق في مدير المستشفى، ومدير المستشفى ثايق في مدير الصحة للولاية،
واليوم الثقة هذه ما صبحت غير موجودة، وكل واحد شك في الطرف الآخر، في شك في الطرف الآخر. مي جوستومون هاد الشيء قال لواش رجعت، ما هل هي مساله تسييريه، هل هي مساله جذريه يعني لازم نبدلو كومبليتمون لا مانيير دو بونسي السيستيم دو سانتي، ولا هل هي جوستومون مساله بالك علاقات ولا مساله ثقه فقط؟ والله لي انا مساله ثقه، مساله ثقه وكذلك مساله ثقه، مساله دوني ليكزامبل، لابد الانسان يعطي المثال. ما نجمش نسمع للاب نتاعي الى على كلنا الاولياء توفى الله يرحمهم ويرحم كل مؤمن، جو ن بو با ايكوتي مون بير سي مون بير لو دون با ليكزامبل، جو ن بو با ايكوتي مون غران فرير الاخ الكبير الى الاخ الكبير ما يعطيش. ما نجمش نسمع الى الاستاذ الى الاستاذ يلحق على العشرة ويقول يا اروح على الثمانية. ما نجمش نسمع والانسان يزيد يعرض هذه الامثله هذه لكل توت لي فرانج دو لا سوسيتي، بالمل كبير فيهم الى الصغير فيهم. يا للاسف ليكزامبل ني با دوني شي نو، اي سيلوي كي بران لي ديسيزيون نو دون با ليكزامبل. فوالا كونت اون دونرا لو بون ليكزامبل، دونرا لو بون ليكزامبل راح نقول البون ليكزامبل يبدا في الهيئه، في الباس، في الكلام، في صباح الخير، في مساء الخير، في العمل، في استقبال الناس، في الناس تتبع. انا ما نظنش الاجتماعات وهذه تاع الرجوع الى المنظومه الصحيه الى اخره، لي شوز سون ا لا ليميت فاسيل، سي غانيي لا كونفيونس دي جان، اي غانيي لا كونفيونس دي جان سي لا غانيي اون دونان ليكزامبل، اي اون دونان ليكزامبل سي ليتيك، سي ل سي ل جبر الخواطر، جبر الخواطر سي دوني ليكزامبل، اتر لو برومييي الاول اللي يقول مس الخير، اتر لو برومييي في البلوك اوبيراتوار، ولما نتكلم على الجراح نتكلم على الطبيب وعلى الممرض، ونتكلم على المدير، ونتكلم على المسؤول في الاداره المركزيه، ونتكلم نهضروا جوستمو على ليتيك ولا على قواعد المهنه. تحس بلي كاين تراجع في قواعد المهنه في الجزائر عند الاطباء؟ كثيرا جدا، كثيرا جدا، ما نقولش لا لوم عليهم، يعني الامر هو ماشي في شرائح المجتمع كلها، يعني الطبيب جزء لا يتجزا من المجتمع، كما المهندس المعماري وكما الفلاح وكما الخباز وكما في كل شرائح المجتمع الجزائري راح نقولوا يسمح لي المستمع، وهذا الامر يبدا بيا، ان كاين الناس اللي تنقذني وتقول ما في الوقت اللي سالته تقلق مني وما جاوبنيش ولا وي اسكو فو ديت فري. اليوم لامورال الاخلاق بصفه عامه، يعني ونبدا بنفسي، يعني ما قالش نتكلم على غيري، وهذا اللي لازم الناس تتكلم. نحن جينيرالمون سي الاخرين الاخرين الاخرين، من الانسان يبدا بالنقد الذاتي. فوالا كما يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وحبيت نسقيك جدا، كنا نهضروا على المنظومه الصحيه ونهضروا على المشاكل اللي تعاني منها وكل شيء. كاين ناس اللي اليوم تقول لك بلي لازم نتخلاو على النظام، ما يسمى بالنظام الصحي المجاني، بيان كو ماشي مجاني دو تو دون سونس وين الي جوست 100% سوبونسيوني بار ليتا اي بار لاجون دو كونتريبيوبل. اسكو لازم ندوزو لي منظومه صحيه وين المريض يروح يخلص لا كونسلطاسيون ولا لي بريستاسيون ميديكال تاعو حتى في لا ميديسين بوبليك؟ والله السؤال هذا راح نقول للسلطات العموميه، بصح انا رايي الخاص، يعني اللي المحتاج هذاك لابد يكون الامر مجاني وواجب على المجتمع وعلى الدوله. بصح اللي كذلك يبقى نقطة استفهام، لما أنا براتب ولا لاباس به، ولا بالرجل الأعمال بكذلك مدخول لاباس به، ولا المدير المركزي في وزارة بمدخل لاباس به، هذا يمشي إلى المستشفى ويعالج ويخرج بدون أن يدفع الكلام يرجع إلى الصندوق ضمان الاجتماعي وراه يدفع من الاول. لا، المستشفى ما عندوش مداخيل،
المستشفى ليس له مداخيل والمستشفى ليس له مداخيل، يبقى التكفل بالسلك الشبكي بكل الناس اللي تعمل في المستشفى ضعيف جدا، الا الراتب وغير مقبول كذلك، الراتب تاع لا 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 فام دو ميناج ولا تاع البيرسونيل دي زاتوليي ولا يكون ليومنا هذا يدور بحوالي 20,000 دينار في الوقت وين يعني 10,000 دينار ما عندها ما دير في بلادنا. لابد انا عقليتي راح نقول حجم كبير، عدد كبير من المواطنين الجزائريين لابد من الطب المجاني، بصح ثاني كاين عدد مثل ما نتكلم على الخبز وعلى الحليب، انا قادر نشري خبزتي اغلى من 10 دنانير. نعم فوالا جوستومون كاين نشوفوا في البلدان الاخرى نشوفوا بلي كاين ثاني مبادرات لمستشفيات ولا انطوكا دو غروند كلينيك اللي لقاو فيهم بوكو دو سبيساليتي ايتترا، بصح في لو دومين بريفي. وعلاش ما نشوفوش هذا الشيء في الجزائر؟ هل ما كاش دي انفستيسور كبار ويقدروا لهذه المشاريع، ولا هل انكور اون فوا مساله تسيير ومساله قرار؟ إيه ليس لنا التقاليد في الميدان في القطاع الخاص، يعني هذا وين بدينا عيادات وحده بعد الاخرى، بصح ما ثاني التخمام هذا بعد منا 10 سنوات نقولوا ولو ناخذ مثل بلاد الخامس في العالم في السياحه الطبيه وهو الاردن، نعرفه مليح. الاردن مدينه عمان فيه كيف تقول ان كارتي حومه كلها لهذا الشيء هذا، عندك العياده الخاصه ومسمي العياده الخاصه الفندق ومسمي الفندق البنك، والمرضى يجيو من كثير من الدول العربيه وانحاء العالم. في القطاع الخاص هذا مثل ليكزامبل دو المثل تاع عمان، الجهاز الجاما نايف اللي هي الاشعه اللي تعالج العلاجيه الدقيقه جدا، يا للاسف غير موجوده في الجزائر لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. في عمان صديقي اخ لي له هذا الجهاز في القطاع الخاص، يعني كما قلت سو سون دي انفستيسمون كبار اي كو لو بريفي في، ونظن الامر ايجابي لان تمو شي يزيد تركيا مصر كذلك تونس مسميتنا. وي انا حبيت نسقسيك حاجه، انا على بالنا بلي يعني تلقيت عروض عمل في الخارج، يعني ما نقدرش نكون عندنا 40 سيزون كارير وكل واش عندك في الكوريكولوم تاعك ولا كل واش عندك في المسار تاعك بلا ما تتلاقى عروض مناصب خارج الجزائر، وعلاش فضلت تقعد في الجزائر؟ والله السؤال هذا طرح عليا عدة مرات، وممكن الواحد يضحك عليا ولا راح حب للأولياء للوالدين وحب لبلادي سيتو. أنا كنت الطفل الصغير وتسمع الناس كيفاش فلان كيفاش ضحى فلان كيفاش كما كانوا يقولوا مات في الجبل، والناس كانت يعني من ناحيه القرايه ولا من ناحيه الماده الامر كل شيء تقليل، الناس كانت فقراء وفقراء ومهنيه، يعني العيش بسيط ولي جان ايتي اوغو. اليوم اون ا بوكو تشوز اي اون دي كون اي با اوغو اي بوي سي توجور فيفر. الواحد يعيش بي افيك دي زيكزامبل دون سا في، لي زيكزامبل دون لا في سي كو الاوروبي ولا الاوروبي ولا حتى من بلدان افريقيا ولا من بلدان اسيا الهجره هذه قليله جدا. اذا تكونت بالجزائر، المريض كان جزائري بال راح نقول بالمليح، والمريض ماشي المريض ما فيه غير المليح، من العيش في الجزائر بالمليح والدوني اللي فيه، وحتى انا كذلك بالمليح ودوني اللي فيا، وما ننجم راح نقول لك ما ننجم نعيش الا في بلادي. وكذلك يعني حتى من ناحيه الاجر، باسكو اوني مؤمنين اوني كرويان كيما
beaucoup de gens sont croyants en Europe, aux États-Unis. On ne va pas nous dire allez, pourquoi vous êtes croyants. Et on est croyants et donc on pense que l'ajr ikoun ahsen en traitant, comme j'ai dit dans une. En traitant le wahed yaalej Fatima ou la Aïcha, qu'en traitant Jacqueline ou la Monique. Voilà. Non, c'est effectivement le cas. Yani même qu'il y a une, on se sent balèque plus utile où les gens ont le plus besoin de nous. Il y a des gens qui sont mieux équipés, qui se portent mieux. D'être là, au moins, on peut la différence. في هذا الميدان انا حبيت نسقسيك هل في رايك المنظومه الصحيه ولا منظومه التعليم العالي في الجزائر اليوم تسمح لشاب جزائري ولا ان جون ميدسان الجيري يكون عنده مسار كيما تاعك ولماذا لا انا ما نقولش مسار كيما تاعي مسار ولا مشوار احسن من تاعي ميور كو لو ميان Moi, j'ai peut-être les choses ont été facilitées parce que quel machiart où on va le faire, machiart amalika, les mazal hayin li yomina hada, w haqiqatan qadou amalika. Donc il faut faire de bons choix dans sa vie, dans sa carrière, et puis je nitmenna ou c'est possible, nitmenna. ممكن جدا il se réalise d'avoir des carrières plus belles que la mienne inshallah كاين كتاب راح يصدر قريبا تعطينا لنا كلمه عليه كتابي يكون على الاورام داخل الجمجمه اورام المخ les tumeurs intracrâniennes il est réalisé avec une anapathe, un automopathologiste, et avec également un radiologue. Et le titre plus précisément, les tumeurs intracrâniennes du diagnostic au traitement. Donc le diagnostic, c'est minel tashkhis, il est l'ilaj. Tashkhis fait l'interrogatoire, comme tu le sais. Interrogatoire, l'examen physique, بعد ذلك التصوير, scanner, l'IRM, بعد الحديث على المناهج للجراحة, les voies d'abord, jusqu'à enlever la tumeur, et intervient ensuite l'anatomopathologiste qui va nous dire يا هل ترى الورم هذا نبيل ولا خبيث, tumeur bénigne ولا tumeur maligne. Voilà. يعطيك الصحة بروفيسور عبد النبي بن عيسى اللي كنت معنا اليوم راهي 8:51 دقيقة احنا على بالنا بلي وقتك محسوب سي توتافي نورمال يعني اللي طبيب كيما انت ولا بروفيسور كيما انت ولا جراح كيما انت دونك يعطيك الصحة اللي قبلت الدعوة تاعنا وجيت وجوزت معنا هذا الوقت. يسلمك نشكرك من صميم الفؤاد. En plus, les gens ne vous voient pas, mais vous avez un sourire extraordinaire, une sympathie, ibtisama jamila jiddan, ou jazakumullahu khair, ou yatekum saha encore une fois. Rabbi yusturkum. كنا متشرفين بزاف انه كنت معنا اليوم يعني سي غار وين نقدروا نعاودوا بالك نشوفوا دي انترفونسيون ميدياتيك تاع دو غران بروفيسور ايتترا بصح سي غار وين نعاودوا نسمعوا على المسار الشخصي تاعهم وين نسمعوا ارائهم على واش عاشوا ولا نسمعوا ثانيك نعاودوا نوليو ونشوفوا لا نوستالجي اللي كانت عندهم على ان سيغتان دومين ولا على لوغ دومين دو سبيسياليزاسيون ونتبعوا كاع هاد ليفولوسيون وكل ما خلاو موراهم خاطر هذا الشيء كنز ولا l'expérience تاع الناس اللي راهم autour de nous les professeurs les universitaires وكل هادشي كنز كبير واللي لازم نبروفيتيو منه وحنا في جو راديو يعني سي اون راديو جون ولا راديو موجهه للشباب مليح بزاف انه ناخذوا هاد الدروس راهي 8:52 دقيقه انتم قعدوا معنا رانا كيف حتى للعشرة في برنامج جو صباح دوك شويه يدخل كريم بن ميمون مع جون نيوز تاع اليوم يدرى واش جبلنا اقعدوا ريستي برونشي